طاب اوقاتكم مشاهدينا، هذه نشرة الاخبار من قناة الغد المشرق، والبداية بالعناوين. العمالقة الجنوبية تبدأ نقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية. مستشفى عسيلان في شبوة يقدم دورا محوريا في معالجة جرحى الحرب. وتقارير صحفية أمريكية تطالب بايدن بإعادة وضع ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب. أعلنت قوات التحالف العربي تنفيذ 27 ضربة جوية استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في مأرب خلال الساعات 24 الماضية. وقال التحالف إن عمليات الاستهداف دمرت 16 آلية عسكرية وألحقت خسائر بشرية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي تجاوزت 70 عنصرا إرهابيا. أعلنت ألويات العمالقة الجنوبية استكمال عملية إعصار الجنوب، والتي تكللت بتحرير مديريات بيحان في محافظة شبوة ومديرية حريب في محافظة مأرب من قبضة الميليشيات الحوثية، لتقوم بإعادة التموضع في شبوة ونقل عدد من ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية. بعد استكمال ألوية العمالقة الجنوبية المهمة القتالية المناطة إليها بنجاح وتحقيق كامل أهداف عملية إعصار الجنوب، والتي تكللت بتحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة ومديرية حريب في محافظة مأرب من فلول الميليشيات الحوثية، أعادت قوات العمالقة الجنوبية تموضع قواتها في محافظة شبوة وبدأت بنقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية. هذه الخطوة لم ترق للكثير من الذين في قلوبهم مرض ويعتقدون بأن هذه القوات جاءت لتنفيذ أجندات ومصالحهم الخاصة. إعادة التموضع كشفت سوءة ما يسمى بالجيش الوطني، الذي لم يقدم طوال فترة الحرب سوى الهزائم والانسحابات وتسليم المناطق المحررة والأسلحة التي دعمه بها التحالف العربي بدون مقاومة تذكر بحسب خبراء عسكريين. ومنذ بداية عملية إعصار الجنوب عكفت بعض النخب السياسية والعسكرية، أو كما يحلو للبعض بتسميتهم بمحللين أبوريالين، وبدون ذكر أسماء، على تحريف حقائق المعركة وحقيقة هذه القوات، فقد نسبوا انتماء ألوية العمالقة الجنوبية للجيش اليمني، والبعض الآخر نسف إنجازها العسكري ونسبها إلى الجيش الوهمي. نجاح ألوية العمالقة الجنوبية في تحرير المدن والمديريات من ميليشيات الحوثي الانقلابية كشف قدرة المقاتلين الجنوبيين في إنهاء المعركة بأسرع وقت، إضافة إلى أنه كشف ضعف ووهن قوات الجيش اليمني والتواطؤ الإخواني وتقاطع المصالح مع ميليشيات الحوثي. وفي ذات السياق احتفل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بخطوة ألوية العمالقة الجنوبية شاكرين دورهم الكبير في تحرير المديريات من ميليشيات الحوثي وإعادة التموضع، كما استغل المغردون واسم شكرا عمالقة الجنوب في طرح بعض التساؤلات عن ماهية دور الجيش اليمني وما هي المهام القتالية المناطة إليها، مستغربين عدم تحرك العديد من الوحدات العسكرية من المنطقة العسكرية الأولى والانخراط في جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي. هنأ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ألوية العمالقة الجنوبية بإتمام عملية إعصار الجنوب وتحقيق أهدافها كاملة. وخلال اتصال أجراه مع القائد العام لألوية العمالقة الجنوبية العميد أبو زرع المحرمي، أشاد الزبيدي بالتنسيق العالي بين القوات الحكومية أو القوات الجنوبية وقوات التحالف العربي، مؤكدا أن الانتصارات التي تحققت هي بمثابة ثمرة لذلك التنسيق المشترك. وأكد رئيس المجلس الانتقالي أن تلاحم واصطفاف الشعب الجنوبي مع القوات الجنوبية هو أساس النصر والتمكين، مشيدا بالموقف الشعبي الذي سطرته الحاضنة الشعبية في محافظة شبوة.
وينضم إلينا عبر الهاتف العميد خالد النسي المحلل السياسي والعسكري. أهلا بك معنا سيادة العميد. بداية، ما دلالات إعادة التموضع لألوية العمالقة الجنوبية في شبوة ونقل عدد من ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية؟ بدأ مساء الخير. مساء النور. بالنسبه لل يعني اعاده التموضع، هذا طبيعي في ظل مثلا الاعمال القتاليه، انك لا يعني مثلا قيادات عسكريه اللي تتواجد على ارض المعركه اكيد هي بحاجه للتقييم ما تم انجازه وما هي المهام اللاحقه، هذا ياتي في الاجراء في ظل مثلا اجراء طبيعيه في ظل المعركه. يعني المعلومات تقول انه ليس كل القوات العمالقه الجنوبيه تم سحبها، ولكن بعض الوحدات، لكن هناك ايضا ما زالت قوات يعني تابع القوات العمالقة الجنوبية ما زالت أيضا شمال الحليب، ما زالت تتواجد، وبالتالي الموضوع هذا يعني من قوات العمالقة هو إجراء طبيعي في إطار أن هذه القوات تخوض معارك. ولكن الحقيقة أنه اليوم هذا الإجراء إجراء طبيعي، لكن يعني أيضا بالمقابل أنه قوات الأخرى الذي كانت تراهن والذي تريد النظام الجنوبي هي الذي تقوم بمهامها والتحالف هو الذي يقوم بمهامها، هذا الكلام لا يمكن يكون يعني يعطي مؤشر انه ليس هناك نيه من قبل الجيش ما يسمى الجيش الوطني، ليس لديه حتى اليوم العمالقه الجنوبيه اكثر من شارع يقدموا التضحيات ويجزوا يعني يحكوا سرح على الارض. بالمقابل نشاهد يعني اذا قبل ساعات فيما يسمى الجيش الوطني يتحدث عن معارك وهميه في مأرب في حدود منطقه مدينه مأرب، اين الانجازات؟ لماذا الطبيعي انه لماذا لا يتحرك هذه الوحدات باتجاه شمالا باتجاه الجوبه؟ ومفروض ان اليوم القوات الحوثي اليوم يعني كل تركيزها وامكانيتها العسكريه باتجاه العمالقه الجنوبيه، لكن يعطي مؤشر انه هذه القوات ليس لديها حسابات انها تتحرك باتجاه الحوثي، وهذا بالتاكيد جزء من اعاده التموضع، من اعاده ايضا الخطه بالنسبه لقوات العمالقه الجنوبيه. طيب سيادة العميد، كيف ترى دور العمالقة الجنوبية في الفترة الماضية، وكيف يمكن استغلال هذا الدور أو هذه الانتصارات العسكرية سياسيا؟ بالنسبة لقوات العمالقة الجنوبية، أولا أثبتوا حقيقة أن الحوثي ليس بهذه القوة الذي يمكن يشكل عائق إذا وجدت قوة على الأرض، لأنه شوف مثلا التحالف بيعطيك التغطية الجوية لكن لا يمكن أن تحقق نصر عسكري مثلا بقصف جوي، مستحيل، لانه لابد هناك ايضا قوه على الارض تستثمر هذا مثلا القصف الجوي. وجدت قوات العمالقه على الارض وانجزت مهام عسكريه في زمن قياسي تقريبا حدود شهر تقريبا او اقل، حررت ثلاث قريه في شقوة، حررت مناطق صعبه في مأرب، حررت حريب، وصلت الى جبال ملعة، تحركت غربا من حريب باتجاه العبديه، يعني انجازات عسكريه. وهذا يعطي دلاله واضحه ان الحوثي ليس بهذه القوه، لكن الحوثي لم يجد قوه حقيقيه على الارض صادقه في مواجهته، يعني هذا كله عباره عن تضليل، هذه القوات التي في مأرب هذا عباره عن تضليل فقط يعني. وبالتالي فعلا احنا في الاخير عند الانجازات العسكريه على الارض عندما تحقق بكلها انعكاس ايضا حتى على عندما في يوم من الايام سنصل الى مثلا يعني حلول سياسي، لكن انت عندما توصل الى حلول سياسي وانت لا تملك قوه على يعني لك تواجد على الارض، بالتالي بيكون موقفك ضعيف. للشرعيه اليوم اذا في اي حلول سياسيه هي اضعف طرف، لانه الجنوبيين يسيطروا على ارضهم، الحوثي يسيطر على كل محافظات شماليه، بينما الشرعيه تسيطر على مدينه مأرب فقط. وبالتالي فعلا الانجازات العسكريه هي ايضا تساعدك وترفع من سقف طرحك ايضا في اي حلول سياسيه. العمالقه انجزت مهمتها وحجمت الحوثي واعطتها القيمه الحقيقيه، لكن هناك من يعمل على تهويل قوة الحوثي، على إطالة الحرب، على عدم مواجهة الحوثي مواجهة حقيقية، وهذا حقيقة أصبح اليوم لديه مشروع يعني توازى مع الحوثي، وهذا سيسبب أيضا للعمالقة مشاكل حتى باتجاه مأرب باتجاه البيضاء بكل تأكيد يعني. طيب سيادة العميد، يعني بالرغم من دور العمالقة الجنوبية في الفترة الماضية، إلا أن هناك بعض الأصوات التي تسعى لتشويه دور ألوية العمالقة الجنوبية والانتصارات العسكرية التي حققتها، فما هي رسالتكم لهذه الأصوات؟ هذه الأصوات سبع سنوات وهم يبيعون الوهم للناس ويختلقون مشاكل ويعطون مبررات، ليس لدينا دعم وليس لدينا إمكانيات. اريد ان يتكلم هذه انه مثلا بالامس وقبل ايام ايضا قوات العمالقه الجنوبيه اغتنموا كثير من الاسلحه، اسلحه ثقيله واسلحه مثلا عربات من الحكايه مع الحوثي،
هذه الاسلحه سلمها التحالف الى قوات الجيش الوطني، ما يعرف الجيش الوطني قوات الشرعيه. اذا كيف وصلت هذه الاسلحه الى الحوثي اذا كان انت تدعي انك ليس لديك الاسلحه؟ كيف انت لديك اسلحه وكيف اصبحت في يوم من الايام مع الحوثي؟ هذا الكلام غير منطق. هم يريدون فقط انك انت جنوبي ويا قوه عمالقه الجنوبيه ويا التحالف ان تقوموا بمهامنا الذي هي موكل لنا، ونحن اصحاب الارض المفروض ان نحن نقوم بدورنا تجاه ارضنا. لكن لا، يريدون المقاومه الجنوبيه هي الذي يقوم بالمهمه، يريدون التحالف يحررون لهم الارض كامله صنعاء وذمار وعدن ويعطونهم البلاد جاهزه. هذا منطقهم وهذه رؤيتهم. لكن انه هو يبادر او يقوم بواجبه العسكري والسياسي والاقتصادي وكذا الخدمات، لا يريد. هو يريد فقط انك انت تبذل جهدك، انت تضحي، انت تقدم امكانيات ماديه وعسكريه وبشريه وتنجز كل حاجه، وهو فقط يريد ان يستثمر او يعني تسلم له حاجه جاهزه. هذا ما يريد. لكن انك عندما تتراجع فانت تعتبر من وجهه نظره خاين. اليوم الجنوبيين يقدموا تضحيات داخل مناطق شماليه، هذه المفروض يقوموا بها ما يسمى الشرعيه والجيش الوطني. اليوم ما عرف تتواجد فيه يعني تقريبا اكثر من 12 لواء محسوب على الشرعيه، اين هذا اللواء الذي تحظى بدعم وتسليع ومرتبات من الشرعيه؟ اين هي واين مهامها؟ لا، يريدون فقط قوات العمالقه الجنوبيه هي من تقوم بالمهام، يريدون التحالف هو يقوم بالمهام، يريدون فقط انك تسلم له صنعاء جاهز وهو سوف يمثل دوله ويحكم ووفقا ولن يحكم ايضا بما مصلحه البلاد، لكن يحكم اهداف ومصلحه حزب الاصلاح الاخواني، واضح جدا اليوم. شكرا جزيلا لك العميد خالد النسي المحلل السياسي والعسكري. شكل مستشفى سيلان بمحافظة شبوة دورا محوريا في معالجة جرحى الحرب من خلال إنشاء المستشفى الميداني، وقدم المستشفى خدمات جليلة للجرحى وبقية المواطنين رغم نقص الكادر والأجهزة الطبية. مستشفى سيلان رأس الحربة بين مستشفيات شبوة في حرب تحرير مديريات بيحان الأولى والثانية، فكان الملاذ الآمن والأقرب لاستقبال وعلاج جرحى الحرب لقربه من جبهات القتال الأساسية في المديرية ذاتها. المستشفى الوحيد في المنطقة لأساس أن يكون المستشفى يخدم شريحة من المجتمع كبيرة. يعني الآن يخدم ثلاث مديريات، يخدم مديرية سيلان ومديرية بيحان ومديرية عين مع الشريط الصحراوي كامل. المناشدة لإيجاد طاقم طبي، حيث المستشفى يعاني من نقص الكادر الطبي على مستوى الوظيفي في المديرية كامل. على الرغم من نقص الكادر الأخصائي وبعض الأجهزة الطبية، إلا أن التضامن والتآزر الأهلي شكل دفعة أساسية للوقوف مع المستشفى في مثل هكذا ظروف حالكة لمؤازرة الجرحى والمرضى. وكان للمجلس الانتقالي بصمته في مد يد الخير والعطاء بتقديم الدعم ومساندة الجرحى. طبعا الطاقم الإداري اللي موجود في المستشفى ما قصروا كثير، عانوا في الفترة الأولى ثلاثة أيام الأولى كان العدد عندهم قليل، وطلبنا من العمالقة على أساس يعطونا مجموعة الجروح حقهم اللي كانت في أرة، وما قصروا جابوهم إلى هنا واستقبلناهم استقبال حار، ولا زلنا نعمل معهم بجهد. احنا افراد اطباء واخصائيين وتمريض وفي مستشفى سيلان الميداني في محافظه شبوه، نستقبل الحالات جميع الحالات الجرحى بالنسبه لالويه العمالقه والمقاومه الجنوبيه في مديريه سيلان وافراد واسرى الحوثيين الجرحى الحوثيين كمان نستقبلهم، ونشكر هنا اداره مستشفى سيلان. انها الحياه توهب من جديد في سيلان الصمود والتضحيات، هنا تتضافر الجهود وتتشابك الايادي مع الطاقم الطبي لزرع الحياه وتسجيل المواقف المشرفه والمشرقه. جمال شنيتر لقناه الغد المشرق محافظه شبوه. أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الإماراتية. وأكدت تراس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن هذه الاعتداءات الإرهابية تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تقدمت بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا الهجوم الإرهابي.
أدان وزير الدفاع الأمريكي هجمات ميليشيات الحوثي الإنقلابية على أهداف مدنية في دولة الإمارات، وأكد وزير الدفاع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية أراضيها. غداة إعلان الولايات المتحدة إدانتها الجازمة للاعتداءات التي تواصل ميليشيات الحوثي شنها على منشآت مدنية في الإمارات والسعودية، جدد خبراء ومسؤولون أمريكيون سابقون مطالبتهم لإدارة الرئيس جو بايدن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف انتهاكات الميليشيات. قبل أسابيع قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب أمر قيد النظر. وفي هذا الشأن يقول تقرير لصحيفة واشنطن إكزامينر إن الوقت المخصص لذلك قد انتهى. الصحيفة ترى أن على الرئيس الأمريكي إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية وعدم إهدار مزيد من الوقت. كما تقول الصحيفة إن هجمات الميليشيات على الإمارات يجب أن تدفع إدارة بايدن للتخلي عن المفاوضات النووية مع إيران، وتشير إلى أن أسلوب المهادنة مع إيران تعني أن واشنطن تمنحها تصريحا للسلوك الخبيث لأحد وكلائها. تقرير واشنطن إكزامينر قال إنه يتوجب على واشنطن دعم حملة السعودية الجوية في اليمن مع تجنب تعريض المدنيين للخطر، مؤكدا أن عدم الرد على اعتداءات ميليشيات الحوثي عسكريا لم يعد خيارا مجديا. من جانب آخر، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا مشتركا للمحلل السابق لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية جوناثان شانزر وماثيو زويغ الزميل الأقدم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أكد فيه ضرورة تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية. يقول الخبيران في المقال إنه منذ رفع إدارة بايدن الميليشيات الحوثية من قوائم الإرهاب لا يمكن وصف السياسة الأمريكية سوى بالسعي الوهمي للحوار، ما دفع إيران لاستغلال الفرصة وتسليح وكلائها في اليمن وتدريبهم بشكل أفضل. المقال تطرق للهجوم الإرهابي الحوثي على أهداف مدنية في الإمارات وكيف رد 9 من النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ على ذلك بتقديم مشروع قانون يطالب البيت الأبيض بإعادة تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية. ويقال إن هناك مشرعين آخرين بينهم ديمقراطيون يرون بعض الحكمة في تغيير السياسة الحالية للإدارة وفق المقال. الخبيران اعتبرا أن السياسة الأمريكية في اليمن ليست سوى توثيق لعنف ميليشيات الحوثي الذي تصاعد منذ تولي بايدن منصبه الرئاسي، وعلاوة على ذلك قوضت إجراءات الإدارة أسس نظام العقوبات الإرهابية الأمريكي. واختتم الخبيران مقالهما بالتساؤل إن كان يمكن رفع العقوبات المفروضة على الميليشيات بدون أن تغير سلوكياتها، فلماذا لا يمكن فعل الأمر ذاته مع المنظمات الإرهابية الأخرى؟ متابعة لهذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من واشنطن هدي العويس الصحفية المختصة بالشؤون الأمريكية. مساء الخير أستاذة هدي وأهلا بك معنا. إذا برأيك لماذا تتردد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية على الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشيات سواء في الداخل اليمني أو في دول الجوار؟ نعم، شكرا لك. على الرغم من الانتهاكات وعلى الرغم من تصريحات الإدارة نفسها التي باتت اليوم تحمل الحوثي تقريبا المسؤولية الشبه الكاملة على هذه الحرب، السبب هو أن إدارة جو بايدن أرادت أن تكون دبلوماسية مع إيران والميليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة أملا بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ولكن يوم أمس يعني سمعنا تم تعليق المفاوضات ولو بشكل مؤقت. هناك اليوم انزعاج كبير من إيران ومن ميليشياتها في المنطقة. السبب الآخر طبعا هو أن هذه الإدارة لا تريد أن تعترف بخطأها، وهو أن إزالة الحوثي من قوائم الإرهاب بهذه السرعة وبهذا الشكل المجاني دون أن يقدم الحوثي أي تنازلات سيكون يعني اعتراف بأن الإدارة أخطأت خطأ جسيم أدى إلى تعميق هذه الحرب. ولكن أعتقد أننا أصبحنا أقرب من أي وقت مضى لرؤية إدارة بايدن تصنف الحوثي كجماعة إرهابية.
طيب، الجهود الضاغطة على ميليشيات الحوثي والداعمين لها، كيف برأيك يمكن ترجمتها على أرض الواقع من خلال إجراءات ومن يملك قرار ذلك؟ نعم طبعا، يعني أولا بدأنا نسمع لهجة مختلفة جدا من إدارة الرئيس جو بايدن. يوم أمس بريت ماجورك منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض وفي مجلس الأمن القومي الأمريكي، وهذا تقريبا يعني أعلى مسؤول صاحب أرفع منصب في إدارة بايدن للشرق الأوسط، قال طيلة 7 سنوات المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف العربي كانت تبدي حسن النوايا أمام كل المبادرات المقترحة لكي يكون هناك سلام وإنهاء لهذا الصراع. وبالتالي أعتقد أننا سنشهد بعد هذه التصريحات التي تأتي هذه المرة ليس فقط من صحف ومن الكونغرس، ولكن أيضا من مسؤولي الإدارة نفسها، أعتقد سنشهد بعض الضغوطات التصعيدية على الحوثي. أولا نرى أن إدارة جو بايدن اليوم لم تعد تتحدث عن وقف الحرب ولوم الجانب التحالف على هذه الحرب، باتت يعني تماما تتفهم الموقف السعودي، موقف دول التحالف العربي. وبالتالي أعتقد أننا قد نبدأ بملاحظة بعض الضغوطات الجديدة من نوعها. ليندر كينغ المبعوث الأممي وهو في المنطقة الآن، أعتقد أنه سيطرح بعض الضغوطات على ميليشيا الحوثي، سيقول لهم أن هناك الكثير من العقوبات التي ستطبق، وسيكون هناك يعني بصراحة المجتمع الدولي سينحاز أكثر إلى جانب التحالف، وسيكون هناك مواقف دولية مجتمعة تقول بأن الحوثي هو من يتحمل مسؤولية هذه الحرب، ناهيك عن أن تعليق المفاوضات اليوم مع إيران أعتقد أنه سيأتي مع بعقوبات جديدة أيضا على إيران وعلى طرق الإمداد الإيرانية للحوثي وقدرة إيران على إيصال المساعدات العسكرية للحوثيين. نعم، في هذه النقطة أستاذة هديل، هل برأيك هناك ارتباط بين تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية وبين مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني؟ وهل تستخدم ربما إيران ميليشياتها في المنطقة كحزب الله وميليشيات الحوثي كورقة مساومة سياسية لتحقيق مكاسب أكبر من الاتفاق أو في الاتفاق؟ بكل تأكيد طبعا، هذا رأيناه حتى في تجارب سابقة. عام 2015 حين عقدت إدارة أوباما الاتفاق الأول مع إيران، ذهب الشعب السوري ضحية لهذا الاتفاق، يعني كان هناك حرب دموية تشترك فيها إيران في سوريا، ولهذا السبب لرغبة إدارة أوباما بعقد اتفاق مع إيران تغاضت عن الحرب والجرائم التي كانت ترتكبها إيران في سوريا. الآن كنا نتوقع أيضا أن إدارة جو بايدن تفعل نفس الشيء، تغض النظر عن جرائم ميليشيات إيران في المنطقة في سبيل عقد اتفاق جديد مع إيران، ولكن اليوم الظروف تماما مختلفة، واستخدام إيران لميليشياتها سواء في اليمن أو في العراق اليوم أيضا تحديدا لفرض المزيد من الضغوطات على الجانب الأمريكي، أعتقد أنها تقوم بردود فعل عكسية الآن ضد إيران. يعني يوم أمس بريت ماجورك قال أن روسيا أيضا، ليس فقط الولايات المتحدة، روسيا موقفها اليوم قريب من الموقف الأمريكي وموقف الدول الأوروبية، وترى أن إيران فعلا تقوم باستخدام كل هذا العبث وهذه الميليشيات لكي تنتزع أكبر قدر ممكن من المكاسب في الملف النووي الإيراني، ولا أحد أبدا يرغب بأن تكون إيران نووية بما في ذلك روسيا والصين. لذلك أعتقد أن كل هذا يقوم بردود فعل عكسية على إيران، ويقلل من قدرتها طبعا على يعني أن تكون متماسكة اقتصاديا وسياسيا في الداخل، وأيضا من ناحية دعم ميليشياتها. لذلك أعتقد أن كل هذا التصعيد، كل هذا العبث يضر إيران ويجعل عدد أكبر من الدول ضدها، لا سيما روسيا والصين التي عولت عليها إيران طويلا لتكون يعني قوة تخرجها من مأزقها، تخرجها من الضغوطات والعقوبات في ظل تطبيق العقوبات الأمريكية عليها. شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كانت معنا مباشرة من واشنطن هديل عويس الصحفية المختصة بالشؤون الأمريكية. بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن نحو 22 مليار درهم خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2021، وشملت المساعدات الإماراتية مجالات متعددة من أبرزها دعم البرامج العامة والمساعدات السلعية وقطاع الصحة وقطاع توليد الطاقة وإمداداتها.
نظرا لما شهده اليمن من تبعات اجتماعية واقتصادية نتيجة حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على البلاد، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعما سخيا طال كافة القطاعات الهادفة لتقديم خدماتها للمواطنين بمختلف المحافظات. ففي الفترة من عام 2015 حتى عام 2021 بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن نحو 22 مليار و97 مليون درهم، توزعت على مجالات متعددة من أبرزها دعم البرامج العامة بقيمة 10 مليارات و94 مليون درهم و4 مليارات و54 مليون درهم للمساعدات السلعية. وفي قطاع الصحة قدمت دولة الإمارات ملياران و67 مليون درهم، تبعها مليار و78 مليون درهم مساعدات لقطاع توليد الطاقة وإمداداتها. كما دعمت دولة الإمارات الحكومة والمجتمع المدني ب87 مليون درهم. أما في قطاع النقل والتخزين قدمت دولة الإمارات دعماً بلغ 670 مليون درهم و600 مليون درهم مساعدات للخدمات الاجتماعية، إضافة إلى 980 مليون درهم مساعدات في مجالات متعددة. وشهدت الفترة من عام 2015 وحتى 2021 تعاوناً وشراكة إماراتية مع المنظمات الأممية والإنسانية العالمية لضمان توحيد الجهود وتأمين الوصول إلى الشرائح والمحافظات اليمنية كافة. وقد بلغت المساعدات الإماراتية المقدمة إلى اليمن خلال تلك الفترة مليار وواحد وعشرين مليون دولار أمريكي. وفي إطار الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي لفيروس كوفيد-19، قامت دولة الإمارات بإرسال ستة طائرات مساعدات إلى اليمن تحمل مليون ومئة واثنين وعشرين ألف طنا من الإمدادات الطبية، تشمل 65 جهاز تنفس و100 ألف جهاز فحص، ليستفيد منها 122 ألف من الكوادر الطبية العاملين في الصفوف الأمامية، علاوة على توفير 60 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد-19. وقدمت دولة الإمارات في عام 2021 مبلغاً وقدره 230 مليون دولار أمريكي كتمويل للبرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي عبر الأمم المتحدة، والذي سيساهم في سد الاحتياجات الغذائية لستة ملايين يمني منهم مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق اليمنية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. العاصمة عدن تشهد انتشار الحميات والفيروسات وسط قلق المواطنين في ظل تدهور القطاع الصحي. من جديد أهلا بكم. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لدعم الاستجابة العاجلة لموجة النزوح الجديدة في اليمن. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيتس في تغريدة على تويتر إن تجدد الأعمال القتالية مؤخرا أدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية للسكان في عدد من المحافظات اليمنية وتشريد أكثر من 65 ألف شخص. أصبح انتشار الحميات ومتحور فيروس كورونا يشكل خطرا على آلاف سكان العاصمة عدن، حيث بات يمثل مصدر قلق وسط مخاوف من انتشاره في البلاد دون أخذ الإجراءات الاحترازية لمجابهته. تشهد العاصمة عدن انتشارا واسعا لأوبئة الحميات وفيروس كورونا منذ مطلع الشهر الماضي مشكلا خطرا على حياة المواطنين في المدينة، الأمر الذي جعل الكثير من الأهالي يعتقدون بأنها مجرد حميات لا أكثر، مطلقين عليها مسمى الجازعة غير مدركين بأن ما يصيبهم هو فيروس كورونا المتحور في موجته الرابعة. نلاحظ في الأيام الأخيرة انتشار الحميات بأعداد كبيرة أكثر من الأعداد المتوقعة في الشهور السابقة. غالبا في الشتاء تزداد هذه الحميات، ولكن في من منتصف نوفمبر وديسمبر والأسابيع الأولى من يناير لاحظنا انتشار عدد كبير من الحميات المختلفة، منها الحالات المشتبهة أنها تكون كورونا المتحورة التي يعاني منها المريض من حمى مع ألم في الجسم مع صداع شديد، ألم خلف العيون، وحميات أخرى متشابهة بما فيها التهاب جهاز التنفسي في حصبة.
حالات الإصابة بالحميات والمتحور لكوفيد 19 المتزايدة في العاصمة عدن ظهرت متزامنة مع تدهور تام للقطاع الصحي وغياب شبه تام للخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسات والمراكز الصحية في المدينة، حيث باتت عاجزة عن استقبال الأعداد المتزايدة من الإصابات بتلك الحميات وحالات فيروس كورونا المتحور. الحميات هذه الأيام منتشرة بشكل عام بسبب الأوساخ، بسبب القمامة، يعني بسبب الأوساخ من ناحية القمامة، من ناحية حق الأسواق، من ناحية المقاري، من ناحية يعني منتشرة بشكل ما تتصور الواحد. ويعني نتمنى من الدولة أن تنظر لهذه الجائحة والاهتمام بالمواطن. ووفقا لإحصائيات رسمية لفريق الترصد الوبائي بعدن منذ يناير 2021 ويناير 2022، فإن المتحور تخطى بعدد الإصابات المؤكدة بما يقارب 1798 حالة، وعدد الوفيات تجاوز 159، وعدد المتعافين من الإصابة بالمرض تجاوز عدد 1531. فجميع القائمين بالقطاع الصحي يدعون إلى مواجهة موجة خطر المتحور بالبلاد وأخذ التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق، عدن. نظمت مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمة الاجتماعية ورشة عمل بعنوان واقع النظام التعليمي وسبل إصلاحه، وناقشت الورشة من خلال أوراق علمية أسباب ضعف التعليم ومشكلاته والحلول اللازمة. برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ محافظة عدن، نظمت مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمة الاجتماعية ورشة عمل بعنوان واقع النظام التعليمي وسبل إصلاحه. التعليم ضرب خلال بشكل ممنهج خلال بعد حرب 94، ويعني كان له هدف كبير جدا في برضه هذا التعليم لتجهيل الشعب الجنوبي وايضا القضاء على الهويه الجنوبيه. شاركنا بورقه عمل تتكلم عن اهم مشكلات النظام التعليمي في بلادنا، وقدمنا بعض الحلول والمقترحات لاصلاح العمليه التعليميه والنظام التعليمي. الورشة حوت عدة أوراق علمية ناقشت تقييم واقع ومشكلات التعليم العام وسبل إصلاحه والفاقد التعليمي والمعالجات وغياب السياسة التعليمية وتردي مخرجات التعليم. تقريبا 10 أوراق عمل، في الجلسة الأولى 5 أوراق عمل، وفي الجلسة الثانية أيضا 5 أوراق عمل، وجميعها تناقش المشكلات الواقع ومشكلات التعليم بمحافظة عدن وايضا الحلول المقترحه للنهوض بالتعليم. خليج عدن حنشكرها لانها بالفعل يعني اهتمت بجانب مهم وحيوي في المجتمع اللي هو التعليم، واللي يعني كثير من المؤسسات يعني ما تهتمش فيها في هذه الايام. احنا محتاجين الى ورش عمل كثيره في هذا المجال. جمعنا هذا الكم الهائل من الخبراء والمختصين والاكاديميين، ما يقرب من 60 مشارك، 30 منهم من التربية والباقي من جامعة عدن، وبالتالي نهدف في هذه الورشة للخروج بمعالجات حقيقية لإصلاح قطاع التربية والتعليم. الورشة ومن خلال الأوراق والمحاور التي تمحورت في تقييم واقع التعليم ومشكلاته ستسهم في وضع حلول ومقترحات لها دورها في رفع مستوى التعليم والدفع به إلى الأمام. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. والآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا.
سجلت وكالة الإحصاءات الروسية أكثر من 660 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال العامين 2020-2021، مما يشكل نحو ضعف الحصيلة الرسمية التي تدلي بها الحكومة بشكل يومي. وعزت الوكالة ذلك إلى إحجام نسبة كبيرة من المواطنين الروس عن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق شبه المعدومة منذ ربيع 2020، وعدم احترام التدابير الصحية الوقائية، وفي مقدمتها وضع الكمامة في وسائل النقل العام. كما أفادت الوكالة بأن روسيا خسرت أكثر من مليون من سكانها في العام 2021. حلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا في التصنيف الدوري الذي تضعه وكالة بلومبرج لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة. تقرير بلومبرج أثنى على جهود الإمارات والسعودية، وقال إنه بدلا من تغيير استراتيجيتهما، استقرت الدولتان على سياسات مواجهة طويلة الأمد في التعامل مع الفيروس. وقد انعكس ذلك على تصنيف الإمارات التي احتلت المرتبة الأولى لشهر يناير، والتي احتلت أيضا المرتبة الأولى في نوفمبر الماضي. دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي في بيان الحكومات العالمية إلى تسريع وتيرة تخفيف القيود المفروضة على السفر في ضوء تحول كوفيد-19 إلى مرض متوطن، وذلك من خلال إزالة جميع المعوقات أمام حركة السفر. وقال البيان إن الدراسات أثبتت عدم فعالية القيود المفروضة على السفر في منع انتشار كورونا، كما أن انتشار المتحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم رغم تلك القيود يعني بأن السفر لا يعزز خطر الأزمة الصحية على العموم، مما يؤكد عدم فائدة المليارات التي تم إنفاقها على اختبارات كوفيد-19 للمسافرين. نهاية النشرة، تذكيرا بأبرز العناوين. العمالقة الجنوبية تبدأ نقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية. مستشفى سيلان في شبوة يقدم دورا محوريا في معالجة جرحى الحرب. وتقارير صحفية أمريكية تطالب بايدن بإعادة وضع ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب. للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.